تما جو ديري مع تظاهره ارت دو كافتون سي اوتون كانفيتي دونور جيت كضيفه شرف وطبعا باش نشوفوا نوفوتي ونشوفوا الجديد ديال القفطان المغربي اللي دائما في تجدد وفي تجديد او ميم طون نحتفلوا بذكرى مسيره الخضراء مع اصحابنا وحبابنا ولي كوليك ديالنا سورتو انا جو بونسي سي ان ايفينمون اللي ني بارمي لي بروميير ايفينمون اللي كاينين ابري كورونا فتوحشنا هذا الشيء توحشنا نتلاقاو بالناس مع لي بوبليك ديالنا مع لا بريس مع لي كوليك ديالنا مع اصحابنا وحبابنا صافي فريمون بليزير المسيره الخضراء هي ديك راه كتفكرنا طبعا بالشجاعه ديال الشعب المغربي وبالعزم ديال الشعب المغربي وديال طبعا كنا كنعرفوا القصه ديال المسيره الخضراء وطبعا هي مسيره سلميه اللي ما فيها لا 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 دم لا حرب لا حتى شي حاجه غير بالقران القران الكريم طبعا وهي شي حاجه اللي تحسب لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله وفوالا وكنتمنى للشعب المغربي كامل ذكرى مسيرة خضراء مباركة وسعيدة وفوالا لا علاش ما يدافعش انا قلت ما كندافعش قلت ما بغيتش نهضر في موضوع الجزائر والمغرب ومن حقي انني ما بغيتش نهضر كاين ان شاء الله اعمال جديده كنتكلموا عليها كنناقشوها ان شاء الله قريب ملي بدات التصوير ان شاء الله ممكن نتكلم عليها كل السيدات المغربيات كلكم غزاله ماشي غير المغربيات لا فام اون جينيرال توت لي فام سون بيل سون انتيليجون تبارك الله المراه المغربيه كما كنقولوا مراه وقاده كنشوفوها في بزاف ديال المجالات شفناها هاد السنه حاضره بقوه في البرلمان وفي الحقل السياسي فكنقولوا انا المراه المغربيه ماشي غير مراه زوينه وصافي مي مراه زوينه ومراه مثقفه ومراه قاده ومراه كتشتغل بجد كتعطي بزاف وفوالا وكنتمنى لتوت لي فام ماروكان نو ماروكان بوكو دامور دو سوكسي دون حياتهم اون جينيرال جو فوز ان بري ميرسي